جد عماد بعد رمضان بنستمر وبنكمل مع بعض، والنهارده هنحكي حدوتة زي ما كنا بنحكي زمان. لا، هنحكي حاجة تانية هحكي لكم النهارده. النهارده هكلمكم عن حدوتة سفرة. ايه سفرة دي؟ سفرة دي بقى، قناة سفرة دي كانت حلم اللي عمل انشأها زميل عزيز جدا وبنحبه كلنا، وهو اللي ادانا كلنا الفرصه الجميله دي ان هنطلع في سفره. وزي ما كانت حلمه كانت حلمنا كلنا، يعني كل واحد يشتغل في سفره شاف من الشيفات اللي في سفره دول، كلنا كان حلمنا ان احنا نعمل حاجه في الاكل. يعني وهتلاحظوا ان كلنا بنحب الاكل قوي، وبنحب ان نعمل حاجات جديده، وبنحب نعلمكم حاجات حلوه، وكلنا كده زي ما تقولوا كده ايه، الاكل ده والمطبخ والطبخ شغف وهواية وحاجة حب جميل قوي لينا. فايه اللي حصل بقى؟ راح هو ايه عمل القناة دي وكلمنا واحد واحد كده، وقالنا ايه رأيكم تيجوا نعمل كده، ونقول اه الله مبسوطين قوي ايه. فكل واحد يروح يقف قدام الكاميرا كده ويعمل حاجات، ويقولوا له اه برافو عليك، انت شاطر، انت حلو، انت تعالى معانا. زي البنات والولاد الحلوين دول معانا، دول حلوين كده، هنقول لهم اه تعالوا معانا. فايه اللي حصل؟ ان احنا عملنا سفره وبدات صغننه، وبعدين بدانا نكبر ونجتهد وننجح سنه ورا سنه ورا سنه ورا سنه. وبدل ما كانوا بس بيسمعونا وبيشوفونا المصريين في مصر، بقى بنشوف فينا كل الدنيا على انحاء ملايين حوالين العالم بيتفرجوا علينا. كل ما ينطق بالعربيه او يعرف يفهم عربي بيتفرج على سفره. قدمنا حاجات حلوه قوي ووصفات حلوه قوي، وعلمناكم حاجات حلوه قوي، وتعلمنا معاكم حاجات حلوه قوي، وانبسطنا بمتابعتكم لينا 11 سنه من عيد ميلاد سفره بنحتفل به السنه دي. من سنه ابتدينا 2013 واحنا في 2024 بنحتفل بعيد ميلاد سفرة ال 11 مع اطفالنا. يا ولد ايه الحلاوة دي؟ ما عندنا هنا ناس حاجة عجيبة جميلة جميلة.